بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، مع أنوار الحبيب المصطفى والشفيع المجتبى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نعيش هذه اللحظات مع سيرته الشريفة المنيفة التي تحتاج منا إلى دراسة واعية نقف فيها عند مواقفه ونرى كيف كان يعامل هذا الكون، يعامل الإنسان ويعامل قبله الرحمن سبحانه وتعالى. السيرة كنز لا يفنى، عسى أن تنال بركته في الدنيا وشفاعته في الآخرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. في السنة 11 من النبوة عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على القبائل، والإمام الزهري يعدد هذه القبائل التي عرض عليها الإسلام وهي كثيرة، وأغلبها لم يصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من هذه القبائل بنو حنيفة، وكانوا أشد الناس سوءا في الرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وابن حنيفة ذهب إليهم في منازلهم، وكان أيضا من القبائل التي عرض عليها الإسلام بني عامر بن صعصعة، كان منهم ولد زكي اسمه بحيرة ابن فراس. لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومبنى عقله المصلحة، لا المبادئ لا العقيدة لا الحقيقة، المصلحة، فقال له: والله يا محمد، لو اتبعناك لأكلنا بك العرب. ها؟ المصلحة، لو اتبعناك لأكلنا بك العرب، فإذا اتبعناك ونصرناك يكون الأمر من بعدك لنا. يعني مفاوضة سياسية راقية، دائرة السياسة ودائرة الدين. أنا جاي بدعوك إلى الله حتى أخرجك من ضيق الشرك إلى سعة التوحيد، ومن ظلم الدنيا وظلمتها إلى نور الآخرة. مالك بقى، ببعدي ولا مش بعدي؟ فقال له سيدنا صلى الله عليه وسلم، هم بيقول له إيه؟ فتجعل لنا الأمر بعدك، يكون الأمر لنا بعدك. فقال له: الأمر لله. لا إله إلا الله. ليه الخلط بين دائرة السياسة ودائرة الدين؟ السياسة مكانها سياسة، ونلعب فيها سياسة كويس، ونشوف إيه الحكاية ونفاوض، بس أنا ما أناش جاي لكم سياسة دلوقتي، أنا جاي لكم دين. أنت على حال وأنا أريد أن أجعلك على حال آخر. فقال له: إذن لا حاجة لنا بك، نقاتل معك ونمكن لك، ثم تجعل الأمر من بعدك لغيرنا. ما تنفعش في المصالح، ما تنفعش، صح كده؟ سياسيا ما تنفعش، ما أنا لازم أديه وأخد، والمصالح أخد ورد، العدل كده. لما نعمل حاجة مع أمريكا نديها وناخد منها،
لكن نديك وما ناخدش حاجة. الدين كده، الدين فيه انك تدي ولا تريد منه جزاء ولا شكور. ها، لا تسأله عن ذلك أجرا، بتدي وبس، حب في حب كده. إنما عايز تدي وتاخد ماشي، بس دي دايرة تانية. فإحنا بنعمل إيه دلوقتي؟ ما تلخبطوش، دي دايرة ودي دايرة تانية. فقالوا له لا حاجة لنا بك. أيوة صح كده، يعني هو مش هيقول إنه لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني لأنه ده الحق، لا، ده هيقوله علشان يأكل به العرب ثم يأكل به العالم، بشرط أن يكون الأمر دي سياسة، وهو مش بيلعب سياسة صلى الله عليه وسلم، هو بيبلغ دين. فالجدع اللي اسمه بحيرة بن فراس ده كشف لنا عن ايه؟ عن حاجة مهمة قوي، اللي هي دائرة السياسة الحزبية دي والملك والبتاع ومش عارف ايه والنقابات، وما بين الدين اللي هو فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفيه أحكام وفيه عطاء بتدي حتى لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك، وبتبقى من أهل ظل عرش الرحمن. طيب، لما رجعوا إلى كبيرهم، روحوا بقى في القبيلة بتاعتهم، بني عمرو بن ضماد ده، لما روحوا راحوا للحكيم بتاعهم، راجل كبير الكتب ما قالتش اسمه ايه، فعرضوا له الحال، قالوا له ليه نعمل ايه؟ قال لهم ولا حاجة، كنتوا تسلموا فهذا لا يعوض، وحكايه بعدك ومش بعدك تيجي بعدين، برضو بيلعب سياسة بس على تقيل شوية، بيلعب سياسة برضو. قال لهم الله استنى، ادخلوا الإسلام وكل حاجة وكلوا بيه العرب وبعدين يحلها ربنا. وتأسف قوي عليهم ان هم لم يدخلوا الإسلام، لكن برضو انت بتقرأ السيرة لازم تحط عينيك على الحاجات دي وتفهمها بعمق، انه نشوف ازاي الناس دي بتلعب سياسة وسيدنا بيقول دين، ما بيلعبش، ده لعب ده. وان عايز تلعب سياسة العب، بس في بقواعدها، مالكش دعوة بقى بالدين. سيدنا ايضا في سنة 11 قلنا ان هو دعا القبائل ودعا الأفراد، فمن ضمن الأفراد واحد اسمه ضماد، وضماد ده ضماد الأزدي من أزد شنوء. فضماد لما جه مكة سمع، قالوا له بنحذرك. قال لهم بتحذروني من ايه؟ قال لهم اصل في واحد طلع مجنون كده فينا اسمه محمد، بيدعو الى حاجه، بيقول لك انا نبي ومش نبي وبتاع مش عارف ايه، فتبقى انت ايه تحذر منه. قال لهم طيب حاضر، خلاص حذرنا من واحد اسمه محمد، بتقولوا مجنون؟ قال لهم مجنون. هنشوف بقى قصه ضماد مع سيدنا النبي ايه بعد شوية كده، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ضماد الأزدي لما جاء وقالوا له ده النبي او محمد مجنون، الرجل طبيب وبيعالج من الجنون، جاي يجلس الواحد قدامه ويجي ايه
يشوفوا ويعالجوا، لانه طبيب، الطبيب تملي الطبيب الاصيل ما يعني يبقى بيحب يقدم خدمته للناس. فالله مجنون، طب ما نقعد معاه واديله شويه الحاجات اللي انا عارفها دي، ربنا يعفو عنه ويخلصه من الجنان ده. فراح اتحكك بيه بسيدنا وقال له يا محمد، يعني سمعت ان انت بعافيه شويه كده، فما تيجي وانا عندي علاج. قال له طب اقعد. اقعد. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال له نعم، أعد علي ما قلت. فأعادها عليه فقال نعم، أعد علي ما قلت. فأعادها عليه ثلاثة. قال يا محمد، سمعت كلام الكهان، وهذا ليس بكلام الكهان، وكلام المشعوذين والصحرة، وهذا ليس بكلام المشعوذين والصحرة، وأعلم الهذيان من صحيح الكلام، وهذا ليس بهذيان. يا محمد، إن هذا كلام فصيح، من أين أتيت به؟ فتلا عليه القرآن. فقال له ضماد، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وعرف إنه لديه رقية النملة اللي معاه ولا خلافه، وإنه ما فيهش ريح ولا حاجة. كانوا يسموا المجنون عنده ريح، بنطلع الريح دي إيه اللي هم دلوقتي بيسموها الكيميكال بتاعة المخ، يعني المخ فيه كيمياء، الكيمياء دي اضطربت، الاضطراب ده بنعدله فيرجع الواحد تاني سليم ما يجراش حاجة. فيسموها كان ساعتها الريح، فقال أردت أن أخرج الريح منه. اتضح أنه عاقل وأنه هو نبي وأنه كذا، وضماد الطبيب يبقى ده أسلم. ليه أسلم؟ لأنه عالم. الله، ما هو عارف. عارفين زي ايه؟ زي الصحراء بتوع موسى. اسلموا ليه مع موسى؟ لانهم علماء. قالوا ده مش سحر، احنا العلماء اكتر حاجه في العلم في العالم في السحر، ده مش سحر، وكمان مفيش حاجه تانيه شبيهه بالسحر تعمل كده، فده من عند الله. راحوا أسلموا. فالحكاية إن العالم أقرب الناس إلى الإيمان إذا أراد. فضماد لما أراد، ولأنه داخل بنية ما فيهاش تحدي ولا صدام ولا كذا، إنما داخل بنية للإصلاح ولأنه يعالج من ظنه كذلك، أم أسلم. ربنا هدى. يبقى عايزين حاجتين، العلم والصدق أو النية الصالحة، أم ربنا يهدي على طول. واحد مؤلف ثلاث مجلدات، الطب محراب الإيمان. ليه؟ كل الجسم البشري كله بيقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من ضمن الناس اللي سيدنا كلمهم في هذا الوقت وهذه السنة 11، إحنا لسه في 11، كان الطفيل ابن عمرو الدوسي. كان زي ايه؟ من كبار الناقدين والأدباء، كان من كبار الناقدين، كانوا يجيبوه في الأسواق علشان يحكم ما بين الناس في الكلام، ناقد فني وشاعر وأديب وخطيب وسيد قوم
ودوس دي هناك في يعني قريبة من اليمن كده. فأول ما دخل مكة على العادة راحوا له وقالوا له ده احنا عندنا واحد مجنون ساحر يعني مش عارف ايه، اوعى تسمعوا لحسن ده ايه كذا كذا. قال فوضعت في أذني الكرسف، الكرسف اللي هو زي القطن كده، حطه في أذني كده عشان ما يسمعش. وذهبت إلى الكعبة وجلست، فأراد الله لي أن أسمع بالرغم من القطن. تعجب، أنا حاطط قطن أو الكرسف ده حطه في إيه، في ودني شوية ألياف كده، إزاي بسمع؟ مفروض أنا ما بسمعش. فجاء النبي ودخل في الصلاة سمع، والنبي ما كانش بيعلي صوته على فكرة، إنما من يريد الله يعني له خيرا وهداية قم يوفقه. فالمهم الحاصل إن سيدنا النبي دخل وصلى وما كانش يجهر بصلاته ويزعق وكده، وصاحبنا قاعد كده حاطط فيه القطن في إيه، في ودان. فسمع شيئا فأراد الاستزادة، قال ده ما هو نقادة بيمسك النص ويحلله، جه يحلله لقاه أكبر منه، وهكذا يقول صادق الرفعي. يقول القرآن عجيب جدا، لما تيجي تتكلم ونكتب كلامك ومنت تبقى عايز تضيف حاجة تانية، فتملي انت بتبقى أكبر من كلامك، كلنا كده. ولذلك بتقول ايه يعني وانت بتتكلم، تقول قصدي يعني، وتقعد تفسر نفسك وتعيد وتزيد. القرآن غير كده، القرآن عكس كلام البشر، فإنه أكبر مما يخطر في بالك. تاخد بالك، هو واحد وكده، ولو قريناه كلنا كل واحد يفهم حاجة تاني وكله صحيح. طب ازاي؟ فصادق الرفعي، مصطفى صادق الرفعي رحمه الله، قال ده هو كده، ده هو الأساس لإثبات انه ده كلام الله، ما هوش كلام البشر، انه أكبر مما في النفس. وكل يوم يتضح لك معنى جديد، وكل ما تقرأ تلاقي الرازي بيقول حاجة تانية، والقرطبي بيقول حاجة تالتة، وابن عطية رابعة، والتاني طاهر ابن عاشور خمسة، والشيخ محمد عبده سبعة، وهكذا. ايه ده؟ ليه كده؟ قال ده عكس كلام البشر، كلام البشر يكون اقل من هذا. روح معاه البيت وقال له تعال بقى، أنا نهوني عنك لكن أنا عايز أسمع منك، وجلس يحلل القرآن تحليلا نقديا فأسلم. الطفيل ابن عمرو الدوسي. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني الدعوة إلى الله، فاللهم صل عليه. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.